حبايبي مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بألف خير وكل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. يا أحلى مواليد، يا أحلى برج في العالم، برج الحمل الناري الحلو الطيوب. أوكي حبايبي، اليوم حنشوف قراءة تفصيلية عاطفية وعملية، وكمان حنحكي عن الصحة شوية. هنشوف قراءة تفصيلية ليكم، أنا بحبكم جدا يا حبايبي مواليد برج الحمل. هنشوف من منتصف ديسمبر إلى منتصف شهر جديد من أول السنة 2021، شهر يناير جانفي. أوكي حبيبي، من منتصف ديسمبر إلى منتصف جانفي. أوكي حبيبي، ما طولش عليكم، هنبتدي القراءة. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك، اشتراك للقناة، تفعيل زر الجرس. بحبكم خيرات الله، أنا اشتقت ليكم كتير، والله اشتقت ليكم كثيرا، أنا اشتقت لكم كثيرا حبيبي. على فكرة أنا دايما بحب إني أتواصل معاكم، ما تنسوش تعملوا لي كومنت، هجاوب على كل الأسئلة، وإن شاء الله اللايف قريب جدا هينزل. ما تنسوش تتفاعلوا بالقناة. هنبتدي، مش هطول عليكم، نبتدي القراءة. يا رب خير ليكم، يا رب يا رب تكون سنة 2021 خير ليكم. هنشوف طاقة القراءة. أول حاجة هنبتدي أول حاجة بالقراءة وطاقتها. نبتدي أول حاجة بالقراءة وطاقتها. أوكي، إيه أحوالك يا مولود برج الحمل؟ دي طاقة عامة، يمكن تكون منطبقة يمكن لا، دي قراءة طاقتها عامة، إن شاء الله تكون منطبقة عليكم. للبرج الشمسي والقمري والطالع. أوكي، من برج الحمل الناري هنشوف إيه طاقة القراءة، إيه حينزل معانا، إيه طاقة القراءة، ايه طاقتكم يا حبايبي مواليد برج الحمل، ايه طاقتكم السنة دي حبايبي مواليد برج الحمل. كأنكم عندكم عطاء، كأنكم طاقة الشاء منتصف شهر ديسمبر، كأنكم في عطاء، في عطاء متبادل بينك وبين شريكك العاطفي، وكأنه بطاقة الديث الموت، مش بتدل على الموت، دي بتدل على موت علاقة، كأنه علاقة بتدل على علاقة ماتت، كأنه تدل على انفصال كمان، كأنه في انفصال بينكم من حبيبكم، كأنه الانفصال ده متعب ليكم جدا، كأنه متعبكم شوية الانفصال بينك وبين شريكك العاطفي يا مولود برج الحمل، كأنكم تعبانين من الانفصال ده، كأنه في موت مشاعر، موت العلاقة ده مأثر فيكم جدا، كأنكم عند بالموت ده متأثرين وتعبانين جدا يا مولود برج الحمل، كأنكم بتفكروا جدا في العلاقة. كأنه طاقة القراءة دي كمان كأنكم انطعنتوا في ظهركم يا مواليد برج الحمل من أقرب الناس ليكم، كأنكم دي طاقة الظلم، كأنه في شخص ظلمكم، في أكتر من شخص مظلومين، أنتوا مظلومين جدا يا مواليد برج الحمل على فكرة، بتحسوا بطاقة الظلم، بطاقة الطعن، كأنه مطعونين جدا بعد شر على قلوبكم يا مواليد برج الحمل، كأنه مطعونين من أكتر من شخص، في شخص ظلم، في كتير ناس ظلمينكم، كأنكم قاعدين تنتظروا إنه العدالة الإلهية من الأشخاص اللي ظلموكم. كمان في خلافات كتيرة، في مشاكل انتوا مريتوا بيها بأول شهر ديسمبر، كأنه في مشاكل وخلافات بينك وبين شريكك العاطفي، كأنه في برود، في مشاكل. هنشوف كمان أكتر البطاقة التوضيحية ايه تدينا. أوكي، أنا بينت لي الطاقة أكتر طاقة منفصلين، طاقة القراءة بالنسبة أكتر للمنفصلين، كأنه حطيتوا طاقتكم بالكروت. كأنك مولود برج الحمل بطلت تفرق معاك وسبتها على الله، كأنك بطلت تفرق معاك، كأنك مغمض عينيك وسيبها تيجي زي ما تيجي، سيبها على الله ومخليها على الله. كأنك كمان يا مولود برج الحمل أو مولود برج الحمل، كأنك حيل تعبانة ومريضة، كأنك بتمر بتعب صحي ونفسي، يعني خليها على الله وربنا حيديكي زي ما بتحب، يعني الجاي خير. كأنه بالنسبة لطاقة المنفصلين، كأنك بتفكري في شريك العاطفي، كأنه في رجوع، كأنه تو اوف كابس، كأنه في رجوع بينك وبين شريكك العاطفي، كأنه الشخص ده هو اللي حيرجع لك، كأنه هو، كأنه في لقاء بينكم، في تواصل روحي، حتى لو منفصلين ومش بتواصلوا مع بعض، كأنه التواصل الروحي بينكم قوي جداً،
كأنه في تواصل روحي قوي جدا بينكم. أنا شايفة إنه التواصل بينكم قوي جدا، كأنه في تواصل، في لقاء بينكم قريب جدا. أنا شايفة التواصل واللقاء بينكم هيكون قريب جدا، في لقاء بينكم قوي، وكأنه المشاعر هترجع من جديد، كأنه بأواخر شهر ديسمبر في لقاء بينكم هيرجع المشاعر ويقوي العلاقة أكثر، هترجع العلاقة أقوى. كأنه انتي متأكدة من مشاعر الطرف الآخر ليكي، حتى لو مبتعدين ومنفصلين عن بعض، كأنه انتي متأكدة already من مشاعره، كأنك مرتاحة حاملة الكأس ومتأكدة من مشاعره، كأنك عارفة انه الحبيب مهما بعد عنك، وبالتواصل الروحي القوي بينكم جدا واحساسك العالي، كأنه احساسك عالي الفترة دي، حاولي انك تمشي باحساسك، كأنه عندك حاسة سادسة قوية جدا، بتحسي على بعد، بتحسي ايه هيتم معاكي هيصير، كأنه حاستك قوية، حاولي انك تمشي باحساسك بمشاعرك وبعاطفتك القوية، هتنجحي يا مولود برج الحمل، حاولي انك تمشي بمشاعرك وبعاطفتك. كأنه الشخص ده بيفكر فيكي، كأنه الشخص ده حتى لو بعيد عنك، حتى لو كان في انفصال بينكم، كأنه بيفكر فيكي جدا، كأنه مش ناسيكي، كأنه الطرف الثالث حتى لو موجود مش امرأة أخرى في حياته، لا، الطرف الثالث يمكن يكون مشاكل بعمله، ممكن مشاكل بقلب بيته، يمكن عنده مشاكل في عيلته، في مشاكل مع عيلته، ويمكن عنده مشاكل كمان في قلب البيت، ومشاكل في عمله، كأنه عنده نقص في أموال، كأنه بيجمع أموال، كأنه محتار في عمله جدا، كأنه عنده مشاكل في عمله، كأنه عنده مشاكل بخصوص العمل، بخصوص المرتب، عنده مشاكل كده مرأة، لكن مش ناسيكي، كأنه بيفكر فيكي، ما تخافيش، هو مش ناسيكي أبدا، كأنه طاقته مائية، كأنه طاقته برج عقرب، برج حوت، أو برج سرطان، أو طاقة هوائية، كأنه جوزاء، طاقة توينز، أنا بينت معايا، كأنه طاقته برج الدلو كمان، كأنه طاقة هوائية، كأنه يمكن يكون طاقته برج الدلو، طاقة هوائية بينت معايا، أو جوزاء أو ميزان، طاقة هوائية أو مائية بينوا معايا دلوقتي. كأنك يا مولودة برج العقرب قاعدة بتنتظري، مثل ما قلت، عدالة إلهية، كأنك مغمضة عينيكي وسايباها زي ما تيجي تيجي، زي ما قلت أنا، سايباها على الله، سيبها على الله، ومش عايزة انك تفتحي عينيكي وتشوف اللي حواليكي من ظلم ومن مشاكل، كأنك مغمضة عينيكي وسيبها على الله، ومشي بحاستك السادسة، احساسك صح جدا يا مولود برج الحمل، امشي بمشاعرك وبعواطفك واحاسيسك، لانك هتنجحي كده، وهتنجحي جدا لو مشيتي. كأنه كمان يا مولود برج الحمل في كارما، في عدالة إلهية هتتم، في كارما، اي شخص ظلمك انت كانك رافعه ايديكي لله، كانه روحانيتك عاليه بالشهر ده، باواخر الشهر ده، على اول عام الجديد، على اول عام الجديد هتشوفي بعينك الكارما، في العداله الالهيه، في كارما هتتحقق، اي شخص اللي ظلمك او اللي ظلموك هتشوفيهم بعينك، اي انسان ظلمك هتشوفي بعينك انه هينظلم، انه الكارما هترجع عليه، عشان الفعل اللي عمله معاك هيرجع له مضاعف، في كارما. كوني مطمئنة يا مولود برج الحمل، لأنه أنت ماشية بنيتك جدا، وهتكوني هتربحي، أنت اللي هتربحي في الأخير، هيكون الجزاء اللي ظلمك جزاءه كبير، هيتحطم، هيتدمر، هيبكي. أنا شايفة كارما هتتحقق على أول شهر من السنة الجديدة، يعني كوني مطمئنة، إيديك اللي رفعتيهم لله، ربنا هينصرك على الشخص اللي ظلمك، انت منصورة من عند الله، ما تخافيش يا مولود برج الحمل، ما تخافيش، في انتصار ليكي. كأنه زي ما قلت في طاقة سولميت، في طاقة حب قوي بينك وبين شريكك، كأنكم مش عارفين تبعدوا عن بعض، كأنكم بتبعدوا بتقربوا، بتبعدوا بتقربوا، كأنه طاقة مرة بتبعدوا مرة بتقربوا، يعني في تواصل روحي قوي جدا، ده الشخص كأنه السول ميت، كأنه حتى لو بعيد عنك ومنفصلين، كأنه الشخص مهووس بيكي، مش عايز يشيلك من تفكيره، كأنه بيتجسس عليكي، كأنه بيراقبك، كأنه بعث حد عشان يراقبك، يعني حاولي انك
تاخدي بالك من تصرفاتك، لانه قاعد بيراقب فيك. يعني حتى لو ما فيش تواصل دلوقتي وحاليا بينكم، لكن اكيد في تواصل روحي بينكم قوي جدا. ده الشخص مش قادر يشيلك من تفكيره، ده انت زي النجمة اللي في السماء، ده خايف انه يقرب منك، ليظلمك، ليسئلك، خايف عليك جدا. ده عايز انه يكون علاقة بينكم قوية، وعلاقة حب، عايز انه حتى يكون يرسم العلاقة بينكم، خايف انه يقرب منك. ده قاعد بيجمع مثل ما قلت اموال عشان يقدر انه يجي يتجوز بيكي، قاعد كأنه مهتم بتجميع الأموال، لأنه مشغول بتجميع الأموال عشان يصلح وضعه المادي، عشان يقدر إنه يتقدم ليك بخطوبة، بجواز، عاوز يتمم معاكي أمر. ده هيرجع لك بأول شهر من السنة، في رجوع، في تواصل، في مقابلة ولقاء بينكم، هيرجع يجدد العلاقة بينكم، هيرجع قوة العلاقة هترجع أقوى من قبل. أنا شايفة حب قوي بينكم، علاقة توأم روح، في سول ميت، انتوا بعلاقة سول ميت على فكرة. هو الشخص المهووس فيكي، انا زي ما قلت دايما بيفكر فيكي، حتى لما بيكون مشغول بحاجة انت في تفكيره، حتى لو ما فيش تواصل، ده التواصل يمكن يكون روحي، في تخاطر بينكم قوي، يمكن انت بتعملي له تخاطر. على فكرة لو بتجيلك رسائل إلهية، حاولي انك ما تركزي في كل رسالة بتجيلك، يمكن تجيلك رسالة، انا شايفة انه قاعد بيجيلك رسائل إلهية. إيه الرسائل دي؟ كأنه بتجيلك رسائل إلهية، لو بيعترض طريقك ريش أبيض، دي رسائل إلهية على قرب التواصل الروحي بينك وبين شريكك العاطفي، دي رسائل السول ميت. على فكرة لو بتشوفي بيصادفك في طريقك ريش أبيض، ريش نعام أبيض، دي الرسائل إنه حبيبك بيفكر فيكي. أيضا في حاجة مهمة جدا على تفكير حبيبك ليكي، دي الرسائل من عند إلهية، من عند الله، بتأكد وتأكد انه حبيبك بيفكر فيكي. لو انت بتسمعي اسم حبيبك جدا، يعني لو بتكوني مشغولة بحاجة، بتعملي حاجة بعملك بشغلك، لكن بيتردد عليكي اسم حبيبك، بتسمعي كامل، يعني اسمه احمد، بتسمعي دايما اسم احمد، بتسمعي دايما بالراديو، بالتلفاز، لما بتكوني رايحة شغلك بيتردد على ما سمعك اسمه، بتسمعي اسمه محمد، احمد، منير، سمير، اوكي؟ كأنه ده الشخص بيفكر فيكي جدا، كأنه انتي على باله بيفكر فيك. دي كلها رسائل على انه بيفكر فيك، دي رسائل إلهية، كأنه رسائل بيبعتها لك حبيبك، بيقولك انا لو مشغول ولو عندي هموم العالم كلها، حتى لو ما قدرتش اتواصل معاكي، لانه عايز يرسم علاقة معاكي بشكل سريع جدا. ده حبيبك بيحبك ومهووس فيكي. انا شايفة طاقات ترابية، طاقات هوائية، طاقات نارية، طاقات أبراج نارية زيكم، حاملة سلطة، حاملة قوس، وطاقات هوائية ميزان، دلو، جوزاء، طاقات مائية عقرب، حوت، سرطان. كأنه الحبيب ده مثل ما قلت مهووس فيكي، انت شايفك حاجة مش ممكن، مش قادر انه يضيعها من ايده، كأنه حملك بقلبه وانت بعقله بيفكر فيكي. انتي عندك مخاوف كبيرة يا مولود برج الحمل، عندك مخاوف كتيرة، انتي بتخافي من انه الشريك ما بيرجع لكش، انه ما بيكونش يفكر فيك زي ما انتي بتفكري فيه، لانه انتي مالي تفكيرك، انتي على طول بتفكري فيه. حتى بالنسبة لطاقة متجوزين بينت لي، لو في بيناتكم بعد، ده جوزك بيفكر فيكي وعاوز انه يرجعك. يعني حاولي انك تبعدي على الطاقات السلبية وطاقة التشاؤم، خليكي متفائلة وخلي املك بربنا كبير انه هترجع العلاقة اقوى. حاولي انك تبعدي على الافكار التشاؤمية والافكار السلبية، لانه حبيبك عاوز انه يرجع لك. يمكن على اول شهر من السنة في رجوع، في لم شمل من جديد، حتى لو متجوزين وبينكم اطفال، في لم شمل من جديد، لو في بينكم اطفال، في لم شمل من جديد ورجوع وعلاقة قوية هترجع من جديد بينكم. حاولي انك تعطي فرصة لجوزك انه يرجع العلاقة بينكم، لانه ما فيش طرف ثالث، دي اوهام، الطرف الثالث مش موجود، او يمكن كان في طرف ثالث، لكن العلاقة هتظل ثنائية وهتكون ناجحة، هترجع اقوى العلاقة، خاصة لو في بينكم اطفال، هيرجع يتلم شملك باطفالك، هتكون علاقة ناجحة جدا. حاولي انك تركزي في العلاقة، ما تخسريش الشريك حبيبك، لانه هترجع العلاقة. حاولي انك نصائح الاوراق تلو ليكي، حاولي انك تعطي فرصة تانية للشريك العاطفي، لو كان جوزك او حبيبك او منفصلين او مبتعدين، حاولي انك تعطي فرصة تانية للشريك العاطفي. هنشوف كمان، جتني بطاقة الساحر، كأنه في حد بينكم
كأنه بالنسبة لي شريكه العاطفي كأنه ساحر، كأنه سحرك، ده تفكير كله بعقلك، كأنه ده الشخص كأنه مثل الساحر، كأنه مثل السحر، أو أنت في وجودك في حياة حبيبك زي السحر، كأنك أنت الملهمة الساحرة، أنت اللي بتسحريه، أنت اللي بتخليه كده سعيد بحياته، كأنه شايفك أنت حاجة حلوة. كمان أنت يمكن بالليل بتحلمي بشريكك العاطفي أو هو بيحلم فيكي، في تخاطر روحي قوي جدا، كأنك مش عارفة تنامي بالليل، كأنك من كثر التفكير في حبيبك، كأنك تعبانة، في عندك سهر، بتسهري بتفكري بحبيبك، هو بيعمل إيه يا ترى، بيفكر فيا، وهو كمان قاعد بسهر بيفكر فيكي، تعبان بالليل بيفكر فيكي، اتنينكم بتفكروا ببعض لأنه في تواصل مثل ما قلت روحي قوي جدا بينكم، التواصل قوي جدا بينكم. في إن شاء الله كأنه ارتباط أو خطوبة على أول الشهر من سنة أو أول شهرين من السنة، في حكي على أمر خطوبة، يمكن يكون حكي كلام، يمكن تتفهموا وتضبطوا أمور خطوبة، يمكن في أمر خطوبة مثل ما قلت، في اجتماع على أمر، في خير، في أطفال، كأنه في ولاد أطفال جديدة، في فرح، في سعادة، في زغاريد بالبيت، في سعادة، كأنه بالنسبة للمتزوجين ما في صار في حمل، كأنه في حمل إن شاء الله بالنسبة للمتزوجين، هتسمعوا خبر بأطفال، بخطوبة، بحمل، هتسمعوا أخبار حلوة، كأنه في أطفال، في إنجاب إن شاء الله في سنة 2021 بالنسبة للطاقات النارية الأبراج برج الحمل، عندكم إنجاب، عندكم فرح بأطفال، يمكن هتنجبوا البعض منكم توينز إن شاء الله والعلم عند الله، لكن في طاقة التوينز، طاقة التوائم يعني ما شاء الله. طاقة العام إن شاء الله أول شهر من السنة هيكون طاقة خير ليكم يا برج الحمل، هتكون في رجوع للحبيب، هيكون في إنجاب، هيكون لم شمل للمتجوزين، المهم حاولوا إنكم تعطوا فرصة تانية للشريك، لأنه الشريك بيحبكم جدا، الشريك قاعد بيفكر فيكم جدا، عاوز يركب علاقة أقوى من قبل. الشريك في طاقة حب قوية على فكرة في الكروت ما شاء الله، في طاقة حب قوية جدا، كأنه بعد الشر على قلوبكم، لو في مرض أو حاجة، لو حبيبكم مريض أو أنتوا عندكم مرض أو تعب، لو عندكم مرض أو تعب إن شاء الله، لو عندكم مرض بعد الشر على قلوبكم في عندكم شفاء، لو بالنسبة لحبيبكم أو شريككم جوزكم، لو في مرض بعد الشر على قلوبكم في شفاء إن شاء الله، على وقتين اتنين في شفاء من المرض إن شاء الله، المرض حيروح هتخلوه وراكم، التعب الصحي وكل الأمراض حتروح إن شاء الله، في شفاء إن شاء الله، في كارت الاستشفاء في شفاء إن شاء الله، أنا شايفة بكارت الاستشفاء فما في شفاء، في شفاء واستشفاء، في لم شمل من جديد، في رجوع، في أفراح مثل احتفالات، كأنه في احتفالات حتقام بالبيت، كأنه فرح بالمولود الصغير ده، في إنجاب إن شاء الله، أنا شايفة إنجاب. ده بالنسبة للمتجوزين والمنفصلين، كأنه حتى لو كان في خيانة انتوا تركتوها وراكم، كأنه الشخص ده راجع عاوز يجدد، عاوز يجدد العلاقة، عاوز يبني العلاقة على أساس سليم، على أساس حب، على أساس عاطفة، عاوز يرجعكم من تاني عشان يعمل معادلة، عشان يعمل العدل، عشان يعمل توازن، كأنه كارت برج الميزان بين لي كده، حتى لو كان في خيانة في كارت الجوستيس، يعني كأنه عاوز يعمل العدل، يقيم العدل، كأنه كارت أبراج الهوائية برج الميزان بين لي هنا طاقة هوائية، طاقة هوائية، يمكن كأنه الحبيب عاوز إنه يعمل توازن في حياته معاكم، عاوز يكون علاقة مستقرة وتبعد عن المشاكل، ويبعد هو عن المشاكل، عن الخيانة، هتكون علاقة طرف ثنائي فقط، هتكون علاقة ناجحة على أول شهر من السنة إن شاء الله. الشريك العاطفي مثل ما قلت في شيء، لو كنت في منافسة بينكم وبين شريك، في بينكم بين طرف ثالث، الشريك قاعد يوازن في العلاقة، وعارف انه حاطط قلبه وعقله بكفة، قلبه بكفة وعقله بكفة، قاعد يوازن بينك وبينه، بينك وبينها، لكن هو اختارك انت اوريدي، ما اختارهاش هي، انت شايفك انك انت كل حياته، انت مالية حياته عليه سعادة وفرح، وهو راجع نادم ليكي، وانت متأكدة اوريدي من حبه ليكي في قلبك، كأنه متأكدة من أنه بيحبك أنت وما بيحب حد غيرك، ومحبته ليكي قوية جدا، أنت متأكدة هنا من حبه. حاولي أنك تبعدي عنك الأفكار السلبية،
حاولي انك تبعدي عنك الافكار السلبيه، انك يعني بتفكري انه بيخونك. لا حبيبك دلوقتي انت في مخه، انت في عقله بيفكر فيكي كتير. حاولي انك تبعدي الافكار السلبيه، تبعدي عن الاشخاص السلبيين، خليكي ايجابيه ومتفائله جدا. تفائلي يجيك الخير ان شاء الله يا مولود برج الحمل، اللي جاي كله خير، كله خير باذن الله. هنشوف طاقات المطلقين من ابراج من برج الحمل. طاقه المطلقات والمطلقين، ايه اخباركم؟ هل في ركول الشريك او علاقه جديده؟ هنشوف مع بعض طاقه المطلقين من برج الحمل الناري، ايه طاقتكم، ايه احوالكم بالنسبه للمطلقين طاقتهم. كأنه طاقة المطلقين كأنكم بتفكروا في حاجة تملكوها وضاعت منكم، كأنه ضاع منكم شريك عاطفي من خلال الطلاق، كأنكم بتفكروا فيه جدا، كأنكم أو أنت يا مولود برج الحمل الراجل بيفكر بحاجة ضايعة منه، طليقته ولا حاجة، عاوز كأنه يرجع حاجة، يصلح حاجة، كأنكم عايزين تصلحوا. في كلمة كمان بالموضوع، كأنك لو طليقك هو اللي ظلمك، كأنه في كارما، في كارما هتتحقق، واللي ظلمك هياخد جزاته من عند الله. كأنه في احتفالات بالنسبة للمطلقين، كأنه في علاقة جديدة، كأنه دخول في علاقة جديدة بالنسبة للمطلقات. هتنسوا الماضي وهتسيبوه ولا ظهركم، كأنكم في بداية جديدة بالنسبة للمطلقات برج الحمل، كأنه في بداية جديدة مع شخص جديد، كأنه في تعارف جديد اوريدي بتحكوا على السوشيال ميديا او هتحكوا. في علاقة جديدة هتتم، يمكن بشكل فجئي، فجئي جدا يعني، حاجة فجئية يعني، وحيكون علاقة دي مقالها الجواز وترسيم العلاقة، وفي أطفال يتجمعوا، لو عندك أطفال وهو عنده أطفال، في جمع تخيل، في لم شم، في احتفالات إن شاء الله، في جواز وترسيم علاقة على أول السنة أو ثاني شهور من السنة، في جواز إن شاء الله بالنسبة للمطلقات من برج الحمل. برج الحمل كمان ظهر لك كارت الديث، كانه كارت الموت، كانك انهيتي شيء وحتبدي بدايه جديده بحياتك، بدايه كلها ازدهار وحب وفرح، عندك بدايه جديده يا مولود برج الحمل. عندك افراح جيدتك وموازنه ما بين حاجتين، عندك افراح جيدتك يا مولود برج الحمل بالنسبه للمطلقات، عندك سعاده عندك زواج وسعاده جديده، كانك ده الشخص هيكون شخص جديد، هتلاقي اخيرا الشخص اللي انت كنتي بتمنيه، في لقاء بينكم ان شاء الله قريب جدا، وفي جواز وترسيم علاقه بالنسبه لمطلقات من برج الحمل من خلال مع ابراج مائيه او ترابيه، هيكون ابراج مائيه او ترابيه. هنمر للعزاب من مواليد برج الحمل، ايه احوالكم للعزاب من مواليد برج الحمل، ايه احوالكم واخباركم بالنسبه للعزاب من مواليد برج الحمل، ايه اخبار العزاب، ايه الجديد في حياتكم من مواليد برج الحمل العزاب. هنشوف ايه اخبار العزاب من مواليد برج الحمل، ايه اخباركم العزاب، يا رب خير. ايه اخبار مواليد برج الحمل العزاب، ايه اخباركم، هنشوف ايه اخباركم المتجوزين، انا اسفه للعزاب، ايه اخباركم، هنشوف للمنفصل العزاب قبل وبعدين هنكمل مع المنفصلين شويه. بالنسبه للمنفصلين كانكم سبتوا حاجه وراكم، انا اسفه مش المنفصلين، بالنسبه للعزاب كانكم تركتوا حاجه وراكم، كانكم في لقاء جديد مع شخص جديد، كأنكم تركتوا الماضي وراكم، كأنكم بتوازنوا في منافسة في بين شخصين في حياتكم، كأنكم هتتعرفوا على شخصين بنفس الوقت، وكأنكم بتعملوا موازنة بينهم، يعني مش عارفين هتختاروا مين، لكن في أول شهر من السنة هتعرفوا تختاروا الشخص الصح ما بينهم. ده الشخص مواصفاته حلوة جدا، شهم طويل ما شاء الله، ده الشخص هو اللي هيسحر قلوبكم، هياخد قلبكم، هتتعرفوا عليه وهتتقابلوا ان شاء الله في لقاء بينكم قريب جدا، هتتعرفوا على شخص جديد، كأنه الماضي خليتوه وراكم، الماضي مات وراح، وهتبدوا بداية جديدة في حياتكم العاطفية، كأنكم في علاقة عاطفية جديدة،
هتتعرفوا على شخص جديد، هتبدوا علاقة عاطفية جديدة، هتفرحوا بالشخص الجديد، هيكون ده الشخص هو كل حياتكم، هيكون حتى عاوز يرسم العلاقة بينكم بشكل سريع جدا. ده الشخص هيكون بيحبكم جدا، هتكونوا في علاقة توأم شعلة، هتكونوا في علاقة حب قوية جدا، هيكونوا ده الشخص انتوا اللي بتنتظروه. نمر للمنفصلين شوية، نحكي شوية على المنفصلين، نوضح للكروت المنفصلين ايه اخباركم. بالنسبة لطاقة المنفصلين دلوقتي من ابراج برج الحمل الناري، هنشوف قراءة تفسيرية للمنفصلين، لانه كتار قالوا لي دققنا شوية في المنفصلين شوية. بالنسبة لطاقة المنفصلين هنشوف ايه طاقتكم للمنفصلين. المنفصلين بالنسبة لطاقة المنفصلين كأنكم في طاقة حب قوية مع حبيبكم اللي منفصلين عنه. انت يا برج الحمل كأنك في انتظار حاجة، في طاقة انتظار، يمكن تكون تنتظر ركوع حبيبك، ركوع حاجة ليكي، ركوع حاجة ليك، كأنك فقدت حاجة وقاعد تنتظرها، وانت بتحب جدا شريكك العاطفي يا مولود برج الحمل. انت على فكرة في علاقة سول ميت وبتحب شريكك العاطفي وقاعد تنتظره، كأنك حاطط كل تفكيرك في الشخص ده، وهو انا زي ما قلت لك بيفكر فيك كتير، والوقت ده في الوقت ده كتير بيفكر فيك، كأنه بيتجسس عليك، كأنه في طاقة مراقبة ليك، كأنه بيبعثك رسائل روحانية عالية جدا. يمكن بالوقت ده بيركز روحانياته في حاجات اخرى، لكن هو طاقته معاكي، كأنه حبيبك دائم التفكير فيك، كأنه عايز يلتقي فيك، كأنه في لقاء على أول الشهر من السنة الجديدة، في لقاء بيناتكم قوي جدا هيرجعكم مع بعض. يمكن تكون طاقته برج سرطان، برج حمل زيكم، يمكن يكون طاقته حوت. الأبراج المائية ظاهرة معانا بقوة جدا، والأبراج الهوائية كمان مبينة معانا. حتى لو حبيبك ابتعد، حتى لو في طرف ثالث، يمكن يكون الطرف انشغال، أنا زي ما قلت لك حبيبك مشغول، حبيبك حتى لو ابتعد عنك حبيبك مشغول في مشاغل كتيرة، كأنه بيجمع أموال. أنا مبيني طاقة تجميع الأموال، كأنه حبيبك بيجمع أموال وقاعد بيجمع أموال، عايز أنه يكون أموال ويكون حاله بحاله ويكون مكمل ومكون أنه أموال، كأنه طاقة الفلوس والدراهم، كأنه قاعد بيكون أموال، قاعد منشغل بعمله جدا. لكن حبيبك مهووس فيكي، كأنك تارك اثر كبير في حياته، انت مأثره في حبيبك جدا، حتى لو مش متواصل معاكي هو بيراقبك. انا حاسه طاقه مراقبه قويه جدا، انا مش مبينت لي زي دي، مره عمرها ما بينت لي طاقه مراقبه زي دي، اول مره بتبيني طاقه مراقبه للدرجه دي. في طاقه مراقبه، طاقه حب قويه بينكم، وطاقه مراقبه قويه جدا، يعني وفي طاقه حب قويه، حس انه انت حاجه اساسيه في حياته ومعجب بيكي جدا جدا، وشايفه انك مالية حياته. زي ما قلت لك طاقة الحب معاكي في الشهر ده، كأنه بيتذكر ذكريات بينكم، كانت قاعد حاطط ايده على خده بيفكر في الذكريات اللي بينكم، عايز لو يبحث على باب ازاي يتواصل معاك. يمكن هيكون يحكي معاك، يبعث لك رسالة على السوشيال ميديا، هيكون في العام الجديد هيبعث لك رسالة، هيتواصل معاك بيقول لك عامك حلو جديد، هيرجع يتواصل معاك، هيلقى اي شيء يتعلق بيها عشان يرجع يتواصل معاك من جديد، عاوز انه يتواصل معاك ويرجع لك، كأنه بيبحث عليك، كأنه بيدور عليك وحيلاقيك، هو قاعد بيبحث عليك وحيلاقيك. وفي لقاء، انا بين لكبت اللقاء 3 مرات، في لقاء بينك وبين حبيبك ان شاء الله، رجوع ولقاء على اول شهر السنة ان شاء الله، اول شهر من السنة. طاقته مائية هوائية نارية، التقط دي اللي مبينة معايا، طاقت هوائية مائية نارية، دي التقط اللي مبينة معايا. حاولي نصائح الكروت ليكي يا مولود برج الحمل، نصائح الكروت ليك ايه؟ ايه ينصحك الكروت؟ حاولي انك تعطي فرصة تانية لشريكك العاطفي، حاولي انك تعطيه فرصة تانية، حاولي انك تعطيه وانك تعملي العدل، تقيمي العدل وتكوني عاملة موازنة في حياتك، وانك تعطيه فرصة تانية، تخليه يرجع لك لحياته، لانه هو بيستاهل فرصة تانية. ده الحبيب بيفكر فيكي، وانتي بالنسبة لي حب والحياة، حب حياته،
يعني حاولي انك تعطي فرصة تانية انك تحاولي ترجعي العلاقة معاه، لانه زي ما قلت هو سولميت. حاولي انك تعطي فرصة تانية، دي نصائح كروت التارو ليكي. اعطي فرصة تانية لشريكك العاطفي، لانه العلاقة حتكون قوية، ممكن تؤدي للجواز، لانه ممكن يتم فيها جواز ورجوع، يكون رجوع قوي جدا بينكم، ويكون امر جوازكم قريب جدا في اعوام السنة الجديدة. لذا حاولي انك تعطي فرصة لجوزك لشريكك العاطفي، لانكم حترجع لعلاقة قوية جدا ما دام الحب موجود بينكم. حاولوا انكم تعطوا فرصة للشريك العاطفي. هنمر الامور العملية لمواليد برج الحمل. ايه اموركم العملية والمادية يا مواليد برج الحمل؟ هنشوف اموركم العملية والمادية. ايه مخبي لكم امور المادية والعملية؟ هنشوف ايه الامور العملية والمادية. ايه احوالكم المادية والعملية لمواليد برج الحمل؟ هنشوف ايه الامور المادية والعملية لمواليد برج الحمل. انا اسفة، ايه الامور المادية والعملية لمواليد برج الحمل؟ شوف كأنك يا مولود برج الحمل بتفكري بالازدهار المادي، بتفكري بال نقطة، بتفكري بأموال، بتفكري بسفر، كأنه بتفكري جاني ده الكارت مقلوب، كأنك مش عارفة ازاي تبدأي حياتك العملية، ازاي تكوني ناجحة، بتفكري في أموال، بتفكري في نجاح عملي. بالنسبة لمواليد برج الحمل سواء الرجل أو الامرأة بتفكروا كتير بالأموال بالأعمال، كانت بتفكري بأعمالك، بتفكري بازدهارك المادي، بتفكري بوفرة مادية، بتفكري ازاي تكوني مزدهرة ماديا وعمليا، ازاي تجمعي اموال، ازاي تكوني ناجحة في حياتك العملية. انت بتفكري اكتر بالاموال بالفترة دي، على اول شهر من السنة الجديدة بتفكري بعملك، كأنك هتغيري مكان عملك، هيكون في عندك عمل جديد، في عندك ترقية، يمكن البعض في عندك ترقية بعملك، او عندك ترقية بعملك. بالنسبة للي عنده امور تجارية وعنده امور تجارية، يعني بيبحث على فتح مشروع، ده الوقت مناسب جدا لفتح امور تجارية، لفتح عمل تجاري، لشراكة عملية مربحة. يعني في الوقت ده في ارباح مادية كبيرة ليك، يعني حاول انك تفتح مشروع، تبدأ عمل جديد، تبدأ حاجة جديدة، مشروع خاصة اعمال تجارية، عندكم ارباح مادية كبيرة. بالنسبة اللي يشتغلوا في الامور التجارية والتجارة والاموال، في عندكم اموال جيدة لكم في الطريق، حاولوا انكم تستغلوا الفرصة دي، لانه عندكم تدفق مادي، عندكم اموال، كأنك كده حتربح اموال من حاجة تجارية، من اموال من حاجات كده. حاول انك تركز في الامور التجارية اكثر، لانه هتربح منها اموال كبيرة ان شاء الله، في عندك ارباح اموال، كأنك حاطة اهتمامك كلها في المشاريع والاموال الفترة دي يا مولود برج الحمل، كأنك على اعتاب اول شهر من السنة هتربحي اموال، تجيلك اموال غير متوقعة، يعني عندك وفرة مادية ما شاء الله، بسم الله ربنا يرزقك كل الخير يا مولود برج الحمل او مولود برج الحمل. كأنك هنا قاعدة مش مهتمة بحاجة وعايزة انك تغيري حاجة، تغيري مكان بيتك، مكان عملك، عايزة تغيري حاجة في حياتك، كأنك عايزة تغيري حاجة في لوكك، في شكلك، في مكان عملك، في ملابسك، عايزة تعملي نيو لوك. على فكرة انت هتغيري حاجات في حياتك، هتكون متغيرة خالص على اول السنة، في تغييرات، كأنك بتفكري بسفر، بتفكري بتغيير، كأنك بتفكري انك تروحي طريق، بتفكري في سفر، كأنه أغلب برج الحمل رجال أو امرأة بتفكروا بالسفر، عايزة تقطعوا بحول، عايزة تسافروا لمكان بعيد، يعني من بلد لبلد آخر، عايزة تفكروا بالسفر. السفر واقف حاليا، لكن إن شاء الله عندكم في الشهور الجاية عندكم تسهيل في السفر، عندكم سفر لبلد أوروبا إن شاء الله في الأمور في الأيامات الجاية جديدة، عندكم سفر إن شاء الله هيتم، وفي ربح أموال كبيرة في السفر ده، هتربحوا من خلال السفر ده، هيكون سفر مربح ليكم، وكمان حاولوا انكم تعملوا اعمال تجارية، تفتحوا محل تجاري، لانه في ارباح، استغلوا الفترة دي لصالحكم، لانه على اول الشهر من السنة الجديدة الشهر هيكون مربح ليكم، هيكون فرصة ليكم انكم تفتحوا محل تجاري، اعمال تجارية هتكون فيها ربح كبير.
نشكركم يا برج الحملة على المتابعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش عملوا لي اشتراك للقناة، تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. دي القراءة عامة، ان شاء الله تكون مطبقة، ممكن تكون قراءة عكسية مطبقة اكثر للشريك لو حسيتوا طاقتكم عليه. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك اشتراك للقناة. بحبكم خيرات الله، ونتقابل في فيديو تاني. يلا باي.